احلى الحياة مشاهدينا بتبدا هلا على شاشه ال بي سي انترناشونال وال دي سي. مشاهدينا فقراتنا عديده لليوم، عندنا مهرجانات، عندنا تغذيه مع ساندرا نخله وايضا فقرات عديده، واليوم اخر ضيف رح يكون معنا كريم طويل، عندنا وقفه مع الفاشن. واليوم نتشارك بالتقديم جوان سمعان وانا كارلا يونس، وصار وقت كمان اسلم على زميلتي جوان سمعان. كيفك اليوم؟ شو اخبارك؟ كيفك كارلا؟ شو صارت الحلوين اليوم؟ عيونك الحلوين. ثانك يو كارلا. يعني مثل ما قلت فقراتنا اليوم كثير عديده، ورح نبلش مع اخصائيه التغذيه ساندرا نخله. اهلا وسهلا فيكي ساندرا في حلو الحياه. اليوم بدنا نحكي عن موضوعين، بدنا نحكي عن رفلو وبدنا نحكي عن الكونستيباسيون او الامساك. يعني هنا اكثر مشاكل بنعاني منهم بالجهاز الهضمي. صحيح. فنقيت هالشغلتين وعن العيان اذا شوي بقي معنا وقت. اذا بقي معنا شوي وقت اكيد. لكن اول شيء رح نبلش بالرفلو، شو فيك تخبرينا اول شيء تعرفينا عن الرفلو؟ اول شيء الرفلو بيصير نحن عندنا القصبة اذا بدك اللي بينزل فيها الاكل تتوصل على المعدة. بالكعب من تحت في مثل ميوسك او عضلة، هي اللي بتمسك بتفتح كرمال تمرق الاكل، بترجع بتسكر تمام الاكل يرجع يطلع لعنا. صحيح. على القصبة من فوق، يعني يعمل رتور لف. صح. نحن حتى اذا علقونا بالقلب واكلنا الاكل عنده نفس المسار، دونك بالرفلول بيصير هالعضله بترتخي. لما ترتخي هالعضله بيصير يطلع الاسيد على الاوزوفاج اللي هي القصبه اللي بيمرق فيها الاكل، وهون بنبلش نحس نحن بحريق وبنقول انه صار عنا رفلو. وبيطلع هو الاسيد تقريبا اذا صارت مع شخص مرتين بالجمعه اكيد هون الحكيم بيعمل دياجنوستيك بس تنعتبر انه عنده رفلو. طيب اذا شخص كان عنده رفلو، يعني هل هو شيء ما بيتعالج ولا عنده علاج معين؟ هو اكيد عنده علاج، عنده بريفنسيون. اوكي. هلا الاشياء البريفونسيون قبل العلاج عم نحكي، ما هي البريفونسيون كرمال لانه ما نوصل للرفلو. يعني الرفلو في اشياء بترخي هالعضله، لازم نعمل البريفونسيون تما نرخيها، وان فوا رخيت هالعضله وصار عندنا رفلو المفروض نضل. يعني العلاج الوحيد صحيح بناخذ ادويه، بس كمان اللايف ستايل تبعنا والاكل اللي بناكله له علاقه كثير كبيره مع الرفلو. نعم. او بنرتاح او بنزيد الكومبليكاسيون تبع الرفلو. يعني لازم نحن على طول ننتبه على هذا الامر. شو العوارض؟ يعني كيف فينا نعرف انه في عندنا حرقه؟ ما بنحس بحرقه، يعني نحن بنكون قاعدين مثلا بنحس كانه عاده اشخاص كمان بيضيعوا بينا وبين الاشخاص اللي عم يعملوا بالقلب، اثنيناتهم بيقولوا حس وجع على راس المعده. هذا الوجع الاشخاص اللي بيكونوا عم يعملوا بالقلب على الاكزرسيس فيزيك بيزيد الوجع، اما الاشخاص اللي عندهم رفلو الاكزرسيس فيزيك ما كثير عنده علاقه، بس بسبب الاسيد يلي وارتخى هالعضله بيصير يطلع على الاوزوفاج بنحس بهيدا الوجع. هلا على طول مزعج الامر كثير. صح. ومش لازم ننام نحس حالنا اريح تمن بسبب الجرافيتين سبب انه الاسيد يطلع بعد على الاوزوفاج. بس عاده نحن اوقات بنعمل يمكن عاده العالم بتقول عنا حرقه على نوع اكل معين، يمكن ما بنهضمه كثير. هي هيدي لا هيدا حرقه قصدك كانه انتوليرانس على صحيح. اكل. صحيح. يعني هيدا نحن هون الحكيم بدنا نقول عملنا دياجنوستيك انه نحن عندنا رفلو. اه اوكي. بينعمل نادور وكذا شغله بتبين انه العضله مرتخيه. هلا اذا بدك نحكي شوي كيف من ورا شو بترتخي هالعضله وبصير عندنا رفلو. نعم. وكيف نحمي حالنا. نعم. في كذا اكل بيسببوا لارتخاء هالعضله، يعني كثره الشوكولا، كثره كل شيء على نعنع، نكهه النعنع واللي اذا بناخذ كثير فليفرز على نعنع، الالكول، الدخان، وعلى طول كثير نسمع الاشخاص اللي بيدخنوا كثير بيقولوا عندي حرقه. صحيح. عم بعمل رفلو اصلا هون بصير عندهم مشاكل هن اصلا بالاوزوفاج تبعهم بصير مضبوط وبالاكيد بيضرر يعني. نعم. فهيدول الاشياء كلهم بيرخوا هالعضله وبيخلوا الاكل يرجع يطلع على المعده، هلا بنفق على الاوزوفاج سوري. نعم. انفسر عنا نحن الرفلو، في اكل بدنا نتجنبه يلي هن الاكلات اللي بسببوا ارتخاء هالعضله اللي سميناهم هلا. نعم. والزياده بدنا ننتبه انه ما بدنا ناكل كل شيء اسيد، كل شيء ليمون حامض بسبب حرقه بالمعده، كل شيء فيه بندوره، يعني صوص البندوره، رب البندوره، البندوره بحد ذاتها لان كمان بتزيد الرفلو بالمعده. نعم. غير انه بدنا نتجنب الالكول والشوكولا وال يعني كمان والبيبرمنت. يعني كل شيء اوقات كمان حامي بيكون عاده بنقول حامض. يعني كل شيء حامض وحامض. هلا الحار ما بيأذي على الرفلو قد ما بيأذي بنقول على البواسير، الاشخاص اللي عندهم بواسير. هلا ما بدنا ننتبه كمان نحن بس ناكل ما بدنا نكون نايمين او
احيانا نحن وعم ناكل بدنا نكون على طول بهيدي البوزيشن دروات نحن وعم ناكل كمان ساعد يعني هال ما بدنا نعمل دغري سبار من بعد ما نخلص اكل ما بدنا نلبس قصص سرات تكون على الخصر كمان نزيد البريشون على البطن نحن حكينا عن العضله بس في قصص ثانيه بتسبب الرفلو مثل النصاحه لانه بصير في بريشون على المعده بتخلي هالاكل يرجع يطلع على الاسفاج بتعرق المسار الاكل اصلا بيزعج كثير صح في كمان المره الحامل عاده بكون بتحس بحرق او رفلو خصوصا باخر اشهر من حبالها لانه بيصير في هالبريسيون بتزيد على الابدون شو العمل اذا في عندنا هالعوارض بدنا ننتبه مثل ما كنت عم بقول بدنا ننتبه على الاكل اللي بترخي هالعضله بدنا ننتبه كيف ناكل نحن وقاعدين ما ناكل دغري من بعد يعني مش ناكل ودغري نقوم ننام بدنا ننطر على القليله شي ساعه بوزيشن دروات او نحن واقفين انتهى الاكل يمرق اللي بدنا نعمله كمان بدنا ننتبه يعني دغري ما نشرب نحن مع الاكل بين الوجبات نشرب يعني على طول بدنا نفكر للأكل كمان. اكيد بدنا نفكر انه نحن ما بدنا يعني المي مثل مش رح يزيد الاسيد قد ما رح يخلي يصير في ليكويد عندنا بالمعده يظهر يطلع على الاسفاج دونك من هيك لازم نشرب بين الوجبات يعني بيفعل هذا الامر بس في شغله زمان احلى ما انسى وحتى بس نجي ننام نحن على طول بنقول خلينا نجرب ننام 45 دوغري بس مش عشان نحط مخدات ورا ظهرنا ونقعد لانه المخده اللي ورا ظهرنا تنعلي حالنا كرمال نرتاح من الرفلو رح تعمل بريسيون اكثر على الابدومين ورح تخلينا نضل مزعوجين اكثر بتشد المعده بدنا شيء يكون قاسي ورانا مش مخدات نحطهم وننام هيدي علمية جديدة في هل الرفلو يعني بيطلب عملية جراحية؟ ولا بس بالدواء بنوع الاكل بنوع بانواع الاكل بس ايامات الرفلو بصير كثير يعني الحالات الكومبليكاسيون تبعه كثير كتار وقوية وايامات بسببه حتى يصير في عنا تقرحات بالاسوفاج هون هذا كله اكيد على المدى الطويل وحتى ايامات بصير في كانسير بالاسوفاج من وراء كثره الرفلو والتقرحات هول كلهم قصص اكيد الحكيم بيكون كونتاكت دايركت معهم لازم نضلهم نحن بنجرب ايه نحن بنجرب قد ما فينا نعمل بريفونسيون والاشخاص اللي عم بيعانوا من رفلو نساعدهم انه ما يحسوا بقى بالعوارض والاسيد ما بقى تطلع على الاسفاج طبعا في شيء بدنا نقوله بعد عن الرفلو ولا ننتقل على الكونستيباسيون؟ نو فينا ننتقل ننتقل على الكونستيباسيون، هلا مشكله الامساك يعني عدد كبير من العالم عاده بيعانوا من الامساك، شو اسبابه؟ الامساك اول شيء فينا نحكي نحن كيف عم ناكل، اذا ما عم نشرب مي منيح، اذا ما عم ناكل اكل فيه الياف كثير، اذا اصلا ما عم ناكل لانه بدنا نعمل دايت اكيد رح نضل عاملين كونستيباسيون صحيح ايامات اكثر شيء عند الاطفال بنلاقيها مثلا بيكونوا ملتهيين باللعب وبينسوا انه هن لازم يروحوا على التواليت دونك هيدا بتسبب كونستيباسيون كمان لانه جسمنا بيسحب المي من الدشه يلي المفروض يظهروا بس نتركهم لفتره اطول هول كلهم عوامل معقول يخلونا يكون عندنا كونستيباسيون ايامات بيكون عندنا مشاكل بالغده بتعمل كونستيباسيون كمان نعم باختصار صار كيف فينا نخلص من نخلص من الامساك بدنا نشرب كثير مي بدنا ناخذ اشياء فيها الياف كثير وبدنا ننتبه انه نحن اذا عندنا امساك ما بدنا ناخذ كل شيء مقشر كل شيء مش مقشر سوري كل شيء بقشرته كل شيء قمحه كامله وما ناخذ القصص المقشره لانه القصص المقشره فيها الالياف اللي من جوا عاده بتكمش المعده بنعطيها للاشخاص اللي عندهم الدياري نحن بالعكس بدنا ناخذ كل شيء بقشرته فيه الياف كثيره نشرب مي كثير وبدنا ننتبه اذا صارت الكونستيباسيون يعني اكثر من 3 جور هون ساعتها بنسميها امساك واذا بقيت لفتره طويله يعني بضل الشخص يفوت كل مره على التواليت صح يعني نحن تنقول انه الشخص عنده امساك بده يكون يعني على طول كل اكثر من 3 جور تيكون عم بيمرق على يعني ساندرا واضح انه هذا ان كان الرفلو ولا الامساك منهم هالمشاكل اللي كثير كبيره لازم نعالجهم بتأني اكيد صح. انا بدي اتشكر وجودك معنا اليوم بحلو الحياه مشاهدينا رح نرجع لعند زميلتي كارلا هو اهم شيء مع كل هالظروف يلي بنقطع فيها يعني الرفلو هو اكبر ضرر له هو الستريس فكرمال هيك تنرتاح وترتاح اعصابنا لازم نطلع على بكفية ونحضر مهرجان الدراء وكل التفاصيل رح تكون مع احد منظمي المهرجان الاستاذ نجار اهلا وسهلا فيك استاذ عبودي نجار معنا بحلو الحياه كل سنه انتم سالمين مهرجان الدراء وقبله مهرجان الزهور بكفايه دائما عامره بالمهرجانات والطقس الحلو هذا اهم شيء صحيح خبرنا شوي عن مهرجان الدراء مش اول سنه بتعملوه هاي اول مره بنعمل مهرجان الدراء قبل كان في عندنا مهرجان الزهور نعم بلشنا فيه بال 1934 كان عامله الشيخ موريس جميل نعم وصار هذا المهرجان ينعمل كل سنه بالصيفيه لل 1975 وقفوا وهلا عم نرجع نبلش نحط الدراء لقدام لانه الدراء بكفايه معروف
حبينا نعمل نقصد بكفاية نحن بس كرمال يطلع لنا شوية دراق منيح بيكونوا طيبين جاي من الأرض وبنعرف أنه طبيعية بلا مواد كيميائية هذا أهم شيء وقت يبدا الرق ما في شك هالسنة ليه قمتوا بمهرجان الدراق؟ بل هي كل شيء بلش بفكرة من الشيخة نيكول جميل نعم كان حب تعمل هيك تعطي شوية حياة لبكفاية وعملنا عن نويل مارشي دو نويل فكان كثير منيح فحبينا نرجع نعمل هيك بالصيفيه شويه حركه ببكفاية لانه بتعرفي بالدهور في ايفنتس بكل المناطق بالمتن وهي بكفاية من اكبر المدينه بالمتن فحبينا نعمل حركه هيك وشفنا انه هالدراء عندنا اياها مثل سمثينج يونيك عندنا اياها هيبه من عند ربنا صح فحبينا نحطه هيك ونفرجي للعالم ونقول للناس طلعوا على بكفاية شوفوا شو موجود ببكفاية بكفاية مش بس طقس حلو بنطلع من مصيف صح فينا كل السنه نطلع بكفاية وعم بيصير في مور اند مور مطاعم واشياء حلوه ف الاحداث دائما عم بتكون والتجديد ببكفاية شو راح يتضمن المهرجان؟ في عنا 2 ويك اند اول ويك اند هو 12 13 و14 جولاي رح يكون عشا كروي نعم. مع كثير اشياء هيك قديمه وحلوه يا نادر اجى الدرائد تعصب من بيك فيا صحيح ميرسي نادر سلم دايتك ورح يكون ويك اند ثاني هو 19 20 21 كمان جولاي الفوكس رح يكون على الاولاد رح نعمل انترتينمنت للاولاد ورح يكون في كمان اكتيفيتيز اكستريم اكتيفيتيز للناس اللي اكبر تقدروا يعملوا نعم. بنجي جامبينج واشياء حلوه هيك نعم يعني شيء بيشهد الدرائد صراحه اذا بتشوفه بفتكر الريجي كله ميد الدرائد بس هدول استاذ نجار شبليه هون لالي مظبوط صح صح اللي بده يطلع بكفاية هلا هو الحلو انه ببكفاية الدرائد هي اسمها بابكوك 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 هو شخص اخترع هذا الدرائد امريكاني واجع بكفاية بال 1935 اوكي هي الدرقة البكفاوية اذا بتفتحيها بتكون بيضة من جوا مزبوط وهذا شيء سبيسيفيك وما بتضلها ملزقة بالكور تبعولها من جوا الحبة صح تفتح فللأسف ما عاد في كتير جنينات درق ببكفاية لانه بتعرفي كل شيء صار غير والمي قليل اكسترا اكسترا ان شاء الله شي نهار يكون في اسم لدرق بكفاية بلبنان تصير نقول انه هيدي ابلاسيون هيك ان شاء الله سبيسيفيك لهيدا الدرق فهذا شيء مميز عنا يبي بكفايه وحابين نحكي عنه عم بتضوا عليه عم بتحافظوا على شيء مثل ما ذكرت حضرتك انه عم بيصير في مرحله خطر هون لهالنوع من الفويكه وين الدعم عم بيصير؟ نحن للاسف لا لا ما في دعم وكل واحد عم بيقوم بجنينته قد ما فيه بس ما في شيء بيقول انه الجيل اللي بعدنا بيقدر يكفي هذا الشيء فهلا بنشوف كيف بدنا نعمل حكينا عن الدراق ومثل العاده بكفايه معروفه بالطبيعه الحلوه مثل ما ذكرت حضرتك انه قمتوا بمهرجان الزهور وهي اللي بتقوموا فيه كل سنه خبرنا شوي شو صار هالسنه بمهرجان بكل الزهور كل المهرجانات اللي عم نعملهم هدول كلهم معمولين من قبل بلديات بكفايه المحيطه وسيدة المسك بحرسف هن بلديتين واكيد كل اهل بكفاية عم بتساهم قد ما فيها تتساعد البلديات تيقوموا بهدول المهرجانات الكشافه عم بتساعدنا الشركات الموجوده بكفاية عم بتساعد اتحاد التجار اتحاد المزارعين كلهم عم بيساعدوا تنقدر نعمل من بكفاية حركه حلوه طبعا ونصير نجيب عالم من بريد بكفاية يطلعوا على بكفاية وهيك صارت هالسنه ايه فهلا هالسنه ب 11 اب رح نعمل مهرجان الزهور نعم رح يكون في دي كارسو فلوري ورح نعمل انتخاب ملكه جمال مثل ما كانوا يعملوا بالزمانات وهذا الشيء يعني من تراث بكفايه وبنحب انه يرجع يصير وهالسنه رح تكون اول سنه نعمل عيد الزهور مثل ما هو معروف ان شاء الله كل ايامكم تكون زهور ودرق كمان لانه نحن بهمنا انه هالفويكه ما تنقرض ابدا من بكفايه لانه بنعرف قد ايه هي عزيزه على قلوب كل اللبنانيين صحيح. بس نقول درق بكفايه صارت تريد مارك وين ما كان يعني الله يقويكم وتضلكم بهالهمه وان شاء الله ينجح المهرجان هالسنه ويكون مش اول شمعه تطفوها ولكن تكون على استمراريه بالسنوات المقبله اهلا وسهلا فيك استاذ نجار يعطيك الف عافيه ميرسي على الدرقات الطيبين والحلوين ايضا مشاهدينا بريك اعلاني ومن بعده منتابع حلوه الحياه حلوه الحياه
تبعت حلو الحياة مشاهدينا، وبرجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلو الحياة. ضيفتنا هلا صوت رائع ونفسية أحلى وكمان جميلة من الخارج والداخل. رحبوا معي بالفنانة باسمة. ولا لا؟ الفنانة باسمة أهلا وسهلا فيكي معنا بحلو الحياة. خي شو انبسطت أنا رجعت شفتك، اشتقنا لك ودايما نحن باشتياق دائم لك. شو أخبارك؟ صفا ماشي الحال كارلا، أنتو كيف؟ نحن كثير منيح الحمد لله. كيف الحياة حلوة معكم؟ نحن كل يوم حلو الحياة معنا، أنت كيف الحياة معك؟ تغيرت الحياة؟ الحياة حلوة معي، بحضركم تقريبا بتابعكم لأنه في هيك مواضيع بتهمني صراحة، وحلو الواحد يسمع من كل شيء مش مزبوط. بس فنيا يعني مزبوط. بس للأسف هلا بالنا سياسة وبالنا كيف الوضع بده يصير واذا بده يتحسن او لا. بتعرفي نحن هذا البريك تبعولنا بحلو الحياة للمشاهدين ولنا كمان، عندنا ساعة ونص من الوقت بريك مع مواضيع حلوة، مع مواضيع كمان بس يشوفوا ضيوف مثل حضرتك كمان هيك بصير عندهم الامل، بنفسيتهم بتصير احلى. ذكريني كارلا نحن مش سوا دخلك استوديو الفان؟ لا 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 انا مغلطة شفتي؟ بلشنا نكبر. لا بس للاسف لا، بس نعرف بعضنا. انا استوديو الفن 2001 مزبوط. 2001 انا شو اصغر منك؟ انا فضحنا حالنا. هلا انت بلشتي. انا اللي بلشت يا حبيبي. بس ما اصلا حلو الواحد بس يكبر بالسن هيك بيصير النضوج والتغيير بحياته، دائما يعني بنتامل نصير للاحسن. أكيد. كيف صار التغيير بحياه باسمه؟ طبعا من الفن للأمومة هيدي فشخة كتير كبيرة بالحياة كارلا، بصير عندك مسؤولية كتير كبيرة عن الأولاد وبيت وعيلة، وبالنتيجة العيلة هي الاستمرارية للعيلة. يعني الفن بالنتيجة مجد باطل حلو بس مجد باطل، يعني عم بوفق بين اتنين الحمد لله. الحمد لله عم ضل قادرة يعني يكون بين عيلتي وبشغلي لهلأ. كم ولد عندك باسمة؟ بعدين بلشنا بالعيلة. عندي جايا Elle a 12 ans وجيو 8 ans. خيس والله الله يخلي لك اياهم. اخذين لك وقتك يعني بس تنزلي شي كليب جديد، بس تعملي اغنيه بتسمعيهم اياهم، بتسمعيهم بيسمعوا بتسمعي ارائهم بحبوها ما بحبوها؟ اول شيء موهوبين كثير، اصواتهم حلوه. حلو. بحبوا الفن كثير، يعني اذا بدك كاركتيرهم لالي يمكن شوي من برا الشيب تبعهم وشكلهم شوي بيشبه بيهم. مش الحال بس مهم. هلا في شيء مني قطعت له اياها، بس مهم في شيء مني كاركتيرهم، اصواتهم حلوه، بحبوا الفن، بحبوا يسمعوا ميوزك كتير بالنهار وهيك، لدرجة انه مرات بنزعج قد ما بيسمعوا اغاني يعني. نعم. إيه بس قريبين كتير للموسيقى، جايال بتدرس بيانو، جيو هلا قريبا حسجله كمان بيانو. يعني ما بتفكري معقول تعملي اغنيه للام وشاركوكي هيدي الغنية؟ قصدك يشاركوني؟ لا ايه بالمغنى. لا بعرف انه انت ما بتتركي ولا مناسبه غير ما بتسجلي، بس قلتي على الهوا هلا بيسرقوها. هلا بيسرقوها، كان لازم انا تقبضيني. بس لا عن جد حلوه الفكره، اذا اصواتهم حلوه ليش لا؟ ايه دائما بنشوف الديو من الفنانين، ولا مره شفنا انه هذا الديو موجود مع الاولاد الصغار كمان مع كمان فكره. هلا كان عندي انا اغنيه للام نزلت من سنتين كتير كانت حلوة، كانت المشاركة بيني وبين بنتي، بس بما أنه بنتي ما كانت تعرف تحكي عربي بعدها صغيرة، جبنا بنت تانية استبدلناها، وكان عندي مشكلة معها أنه هي مش بنتك أنا بنتك. بقينا على مشكل عشي سنة. بتدخلوا بهالقد تفاصيل بحياتك، تيابك باللوك تبعولي؟ ايه جايال، ايه جايال كتير بتحب الموضة، بتحب الشوبينج كتير، وباخد رأيها يعني دايما بحب نمي لها هالشي براسها، يعني انه تعرف تستزوق تيابها، تعرف ترتب حالها. نعم. بتعطيني رأيها دايما، جايال مزوقة كتير. نعم. يعني عرفنا الاولاد قد ايه، بس كمان الي له كمان مشوار 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 طويل مع باسمة. هالشي حلو ولا هالشي كمان مرات واحد هلا بدنا الصراحة نحن شوية هيك سبيس، خاصة انه زوج والزوجة ايضا؟ شوفي الي بيتدخل بكل التفاصيل يلي انا بسمح له فيها، بس في اشياء مرات نتشارع على التياب يعني ما كتير شيء مهم يعني، بس انه بيمشي الحال بعدين يعني بنتفق، يمكن لان اثنيناتنا
انه نفس الذوق ونفس مصلحة واحدة ومصلحه واحده وشغل واحد يعني بزنس واحد سو بالنتيجه بلاقي انه هو يمكن بشوف اكثر لبعيد مني انا يعني مرات انت بتشوفي حالك على المرايه حلوه بس مزبوط. اللي بشوفك من برا بيقدر يعطيك الاشياء الديفورمي مثلا مزبوط. الفستان مش لبق لك انا بشوفه لبق لي سو لا دائما باخذ برايه وباخذ براي اصحابي اللي حوالي وهيك ماني مشبصه ابدا حلو فلكسبل انت كتير. يعني حيلا انسان بيقول لك مثلا بيعطيك كومنت حتى لو كانت يمكن انت مش مقتنعه فيها بتتقبليها ايه بتقبلها كارلا رح اقول لك ليه على كثره ما عندي ثقه بتقبل الاشياء اللي انا ما بشوفها حلو. ضروري كثير تشوفي اخطائك من برا يعني مزبوط. ما يعني بتطلعي من برا بس في اخطاء من جوا بتبقى غراف اكثر الاشياء من برا ممكن تظبطيها يعني قبي بتغيريها بس الاشياء الاهم اللي لازم تتظبط هي اللي من جوا انت طالعه بتطيري العقل اليوم والاحمر كثير اللي بقلك ما في شك بهذا الموضوع احمر ها انا ما بحب الاحمر لا اللي بقلك كثير الاحمر مش شوي ولكن صار وقت ننتقل عند زميلتي جوان ونشوف كمان مين ضيوفها هلا ومتابعين معك طبعا باسمه برجع بسلمك لك جوان ميرسي كارلا انا بدي رحب بضيفتنا اليوم يعني فعلا كل الارمين اللي بقين لو الاحمر كمان اليوم رح نحكي كمان حكينا عن الراء وحكينا عن عده امور اليوم رح نحكي عن مملكه اللذاب مارا شرجعجع والبير تانيوس جعجع اهلا وسهلا فيكم بحلب الحياه يعني اول شيء بيلفت الاسم مملكه اللذاب شو فيك تخبرنا بير عن مملكه اللذاب اول شيء الله معكم وميرسي لاستضافتنا بحلب الحياه اهلا وسهلا فيك وحابين احنا انه نقول لكم انه هي حلوه الحياه لما بندور على الاشياء الحلوه اللي فيها صحيح وبالبدايه بحب احييكم على لانه عم بتضوا على كثير جوانب حلوه من الحياه مش بس الاشياء الصعبه اللي بنشوفها ببلدنا يعني وجه لبنان مش بس الاوضاع البشعه بالعكس وجه لبنان الحقيقي هو مثل ما مرق من شوي دراء عم نحكي كرز عم نحكي صحيح. مبادرات حلوه بعد ما حكينا كرز رح نحكي عنهم هلا مهرجانات جوني الاشياء الحلوه الرائعه اللي عم تنقلوها يعطيكم الف عافيه اهلا نحن بنحكي بمملكه اللذاب لانه نحن نعتبر شجرة اللذاب هي الملكة بين الشجر لأنه هي بتعيش على أعلى ارتفاعات بلبنان وكانت مظللة قمم لبنان كنت عم خبرك تحت الهواء من شوي أنه كان كل قمم لبنان خضرة لأنه كان فيها لذاب صحيح هلا طبعا وطلعت بتعيش أكثر من الأرز كمان وبتعيش بمستويات أعلى من الأرز نعم وبتعمر كمان مثل الأرز وأكثر من الأرز مش رح نخلفهم ببعضهم أرز لذاب هن إخوة وماشي حالهم واثنيناتهم كتير منيح أكيد بجملوا بيئة لبنان واثنيناتهم بتخيل أنه هن جزء من تراثنا وضروري نضوي عليهم وضروري نقول لكل إخوتنا اللبنانية أنه هيدي جزء من تاريخنا كيف ممكن نحافظ عليها للشجرة بير ليش أنشأتوا هيدي الجمعية؟ بصراحة نحن قلنا عشرات السنوات عم نشتغل توعية محلية على المستوى المحلي وين في شجر لذاب خاصة بمنطقة دير الأحمر برقة عيون أرغش توعية أهل المنطقة لأهمية هالثروة الحرجية اللي عندهم إياها نعم أصلا واضح من صور اللي قدامنا عم نشوف قد جمال الطبيعة وقد بالمنطقة اللي عندكم حتى عم نشوف صور فعلا مفكرين كارت بوستال يعني ما بتصدقوا إنه هدول صور فعلا موجودة بلبنان يعني غير الوضع الراهن هاي صور طبيعية مصورين من مملكة اللذاب يعني بدي أشوف إذا ببين لا أوكي هيدي يعني كله مبين واضح قد ايه في جمال قد ايه في خضار قد ايه في امور رائعه فيه. هلا شو فيك تخبرونا كمان عن نهار الاحد؟ يعني صار ايفنت غير عاد عم نعمل حاجز كرمال مشاكل السير ومشاكل مزبوط. الموجوده بالبلد مزبوط. صار حاجز من نوع اخر اوكي تخبرينا عنه؟ نهار الاحد كنا عاملين شيء فريد من نوعه بلبنان لانه هلا بالاخبار على طول حاجز تذكير طرقات مشاكل حبينا نفرجي للمشاهدين وجه اخر للبنان الوجه الحلو يلي العالم بتكون فيه فرحانه انه مش بس لبنان مشاكل والى اخره فبقى بهيدا النهار كان نهار الاحد بنشكر ال بي سي لانه واكبتنا خلال فترة كنا فيها على الطريق نزلنا على ساحة أنطلياس كنا على الطريق حوالي الساعة 11 للساعة 1 نعم كان معنا دي بروشور وعلب وعلب فيهم علب كرز نعم علب كرز هولي الكرز من مملكة اللذاب شغل جدودنا وبياتنا والمزارعين اللي عايشين فوق بمملكة اللذاب
كانت فكره بس حتى نعطي البسمه للناس يلي مارقين على الطرقات ونعرفهم شوي على مملكه الزيب وعلى منتوجات مملكه الزيب اللي هي مش بس كرز في كثير منتوجات اخرى يعني على طول وجه لبنان كان قبل شوي معك زميلتي كارلا بالدراء وكمان هلا عم نشوفها بالكرز عبين شوي تخبرونا. انا بعرف انه شعاركم هو معا نزرع فننمو ونستمر. يعني واضح هذا الشعار ومملكه الزيب. شو فيك تخبرنا بير عن هذا الشعار؟ ليش اعتمدتوه وكيف عم بتوسعوا نشاطاتكم بهذا الموضوع؟ بصراحه نحن على مدى سنوات كان شعارنا كيف نحافظ، يعني دونت تاتش، ما تقطع الزيب. بس مع كل النجاح اللي هو الاني فيه شيء نيجاتيف انه بيكفي انك ما تقص. بس لا، اذا كان في شيء حلو مش بس نوقف عند النيجاتيف مثل لا تقتل لا تسرق، كمان فينا نزرع. تعالوا نفكر بطريقه ايجابيه. شجره الزيب مش بس بتستحق منا الاحترام انه ما نقصها، بتستحق منا انه نزرعها. يعني يكون فعال اكثر. نبلش نفكر ان بوزيتيف واي انه كيف نبلش نزرع ونرجع نرجع الزيب الى قمم لبنان. نعم. الحملة بلشناها تقريبا سنة الماضية أو آخر الصيفية، زرعنا أول 50 الزيبة كلهم بالمنطقة اللي موجودة فيها الجمعية. مزبوط. نعم. بس أنه هي حملة مرشحة أنه ترجع تغطي كل قمم لبنان، مثل ما أنا كنت دجا موجودين. بس نحن قلنا عدة سنوات عم نعمل تجارب تنشوف إذا قادرين ننتجها، إذا زرعناها بتتأقلم معنا، لأنه الشجرة البرية واللي معمره كثير بتبقى كثير حساسه بطفولتها، ما بتقبل حدا يتدخل بحياتها. صحيح. كيف بدنا نتعامل معها بشكل نكون حدها كاصدقاء ما تنقذ منها ونقدر نحطها بالتربه وتمشي؟ هذا اللي صار سنه الماضيه، زرعنا اول 50 لزابه والخير لقدامنا. قضوا اول شتويه تغطوا تحت الثلج 5-6 أشهر ومبلشين كثير. نعم. حالتهم جيده السنه، وهلا عم نحضر، بلشنا بمشتل للزابه، خلق عنا اول 450 للزابه بمشتلنا اللي هو بعده بمجهود كثير. يعني عم بهالطريقه عم بتزيدوا المساحات الخضراء الموجوده بلبنان وعم نرجع نجمل واجهه لبنان. يعني اللي بيتدمر بيرجع بيتعمر. عبالي شوي تخبرونا كمان رشاد، خبرينا شوي عن النشاطات اللي عم تعملوها. انا بعرف عندكم صيف 2013 حافل بالنشاطات، بتخبرينا شوي عنهم باختصار؟ نحن بمملكة الزيب هذه الصيفية إذا قال راد عنا، أول شيء بلشنا نهار الأحد كان يوم الكرز، في عنا 21 تموز نهار الكرز، ندعي فيه كل المشاهدين وأصدقاء مملكة الزيب أنهم يطلعوا لعنا على ربيعة مملكة الزيب، يشاركوا معنا بقطف الكرز، يتذوقوا جمال طبيعتنا، يشوفوا يدوقوا أكل شغل أماتنا وستات البيوت يلي بيشتغلوهم بكل محبة. صحيح. ويعني بكل محبة وعطف. ندعيهم يروحوا معنا ب 21 تموز. هذا ب 21 تموز اذا الله رد. اوكي. باب في عندنا من 19 ل 21 اب، اول مخيم للاشخاص يلي عمره ما بين 11-14 سنه. اوكي. بهيدا المخيم نحن عندنا مخيم على مرحلتين، اول شيء من عمر 11 لعمر 14 سنه، ومن بعدها ب 23 ل 25 اب من عمر 15 سنه وما فوق. أوكي. مخيماتنا تتضمن ان كان عمر 11-14 او 15 سنه وما فوق، تتضمن نشاطات روحيه، نشاطات بيئيه، محاضرات اجتماعيه بتوعي الشباب والصبايا المشاركين معنا على كثير مواضيع اجتماعيه. وين رح تصير؟ وين رح يصير المخيم؟ بارض مخيم مملكه الزيب. أوكي. وراح بيكون كمان في اكيد نشاطات روحيه، وبهيدا بفتره المخيم بيكون في كثير تنشئه وتوعيه بيئيه للاشخاص، لانه بتعرفي الشبيبه يلي بدها تشارك معنا بالمخيم هي وجه لبنان للمستقبل. نعم. بهمنا انه تاخذ فكره حلوه عن البيئه وكيف بنهتم بالبيئه، ازرع ولا تقطع، وهيدا الشيء رح ينقلوه على بيوتهم لعند اهلهم، وشوي شوي بصير لبنان كله اخضر. بلش يدهمنا شوي الوقت. في عنا بعد نشاطين بتخبرينا عنهم على السريع. اوكي. في عنا ب 24 اب امسيه شعريه بالمملكه، بهيدي الامسيه الشعريه بنستضيف من بعض الشعراء يلي اول شيء البوزيشن بكون كثير حلو، بيقعد شعر تحت شجره الزيب، كل شيء طبيعي وبيبدعنا بشعره. نعم. بهيدي الامسيه بنكرم بعض الوجوه يلي تعبوا فعلا
قبلنا وحتى نحن جينا وقدرنا لقينا شيء موجود قدامنا يعني جدودنا وبعض الاشخاص اللي كان عندهم ايد عن جد فعاله حتى جينا لقينا شجر للذئب قدامنا. يعني راشيل وبير واضح فعلا قد ايه الرساله انسانيه وفعلا رساله انمائيه للبلد. انا بدي اشكر وجودكم معنا اليوم بحلب الحياه وبدي اتمنى لكم كل التوفيق بكل النشاطات اللي عم تعملون لصيف 2013 وكمان بنشاطات الجمعيه. اهلا وسهلا فيكم. نحن بنشكركم على استضافتكم ونطلب من الله يبارككم وبتخيل متامل رح نلتقي اكثر من مره بس في اذا بتحبوا تشرفونا على مملكه الذئب. اكيد بنشكر. هالصور الحلوه اللي عم تشوفوها هيدي من حقكم ومن حق كل لبناني انه يكونوا موجودين يعرف مش بس يعرف شو في ببلده مش بس يشوفون على الصور وعلى الكيس يشوفون بالواقع. فعلا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بريك قصير وبنرجع نتابع بعده حلقتنا من حلو الحياه. باسمة ضيفتنا اليوم بحلو الحياة بطوني كان أي شهر ذكرتيني بالبورش كيف كسرناها وصاحبها صار واقف رح يبكي عليها مع أنه دافعين له قلت له العمى دافعين لك أنه شو بيك يعني أنه خلص بعدين كسرنا بارتي واحدة مش كلها وقلا كانت رحت عليه يعني خلص كان راح بالنقطة بعد الشر عن قلبه. ايه كانت انسانت بفتكر بالرابع كارلا بفتكر بس خطرت صورنا كنت عم خبرك تحت الهواء صورت كليبين يعني اول وحده شو رجعك وهي الثانيه وكان في جمعه بس انتراكت بين اثنين كان في خطر وسخنت وجربت وحراره 40 يعني الفن يعني خطرنا شوي مع سليم الترك. سليم الترك شوي مجنون بافكاره وانا ساعدته شوي بجنون يعني ما المفروض كنت صور هيك بهالكثافه وخاصه انه انت كنت منتظره مولود. دائما الفن بيسرق الوقت دائما الفن انتو الفنانين عكس الوقت دائما بيسرقكم الوقت. بتحسي حالك دائما انه لا مجبوره يعني مرات بسافر بكون عم ببكي مثلا انه تاركه اولادي كثير 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 بتقسمي حالك كارلا وخاصة إذا صرت أم فنانة لو بعدك سينجل لو بعدنا سينجل يمكن ما بحس هيدا الإحساس إنه قبل كنا نسافر ما عندي كان أولاد ما في مسؤولية وراكم ناطرينكم الأولاد ولا إنه هلا بتحس الولد ناطرك مثلا كل سفرة بسافرها هلا مثلا من جمعة كنت بأربيل يعني أنا ورايحة بكيت وأنا وراجعة كنت مبسوطة بس بتروحي دايما دمعة بعينك إنه الولد صار يفهم أولادي صاروا يفهموا مثلا لوين مام تركتينا من غير شرط اثنيناتكم في تركوا البيت مش شخص واحد ايضا. بالاتحاد قوه مثل ما بيقولوا الاتحاد هلا مع بيت الرحباني متين جدا أكيد. اعمال مستقبليه رؤيه جديده لباسمة نشان كبير ما في شك. انا بسميه عن جد كارلا نشان كيف صار التعامل مع بيت الرحباني يعني كيف باسمة بلشت مع رحبني بهالفتره؟ صراحه كارلا نحن عندنا معرفه سابقه بعائلة الرحباني بالتحديد استاذ الياس الرحباني وغسان الرحباني عنا علاقة صداقة كتير متينة وقريبة إلى أن التقينا واتفقنا أنه نكون تيم سوا ونشتغل سوا وننتش سوا يعني هن أصلا كانوا من زمان حاطين فكرهم أنه نشتغل سوا وأنا ما كان عندي مانع أبدا بالعكس بتشرف بهيك عائلة محترمة وهيك بلشنا شغل وبلشنا نحضر ونزلت غنية من فترة هلأ بدنا نصورها كليب زيك يا جميل نعم. وعندنا أغنية جاهزة لموسم الشتاء هلأ مع كليبها جاهزة كمان
وبدنا نحضر شيء كمان هلا عم نشتغل عليه، يعني على طول عم نشتغل بحركه دائمه، على طول بحركه دائمه سوا. وبنعرف قد ايه جلساتهم فيها برين ستورمينج، يعني كل ما كانوا قاعدين بيت الرحباني دائما بانتاج مستمر بالافكار. ايه خلقين طبعا، يعني ما بيقعدوا عن جد هيك، بيعطوك بوش، بيعطوك شيء بوزيتيف دائما انه بدنا نشتغل، بدنا نعمل شيء. بدنا الغنيه اللي جاهزه للموسم الشتاء عملناها كمان فيرسيون فرانسيز كمان باللهجه الفرنسيه، وان شاء الله يا رب رح نسمع شيء منها. لا خليها جديده كارلا، عن جد لا خليها، لانه بالفرنش شوي صعب يرجع يطرق الا بنونو. ايه ما بدي الفكره هيك حلوه الشغله بوقتها. طيب ما نسبق الامور، ما نزلي هيك بترجعوا بتتصلوا فيي وبنرجع بنطلع. يا اهلا وسهلا فيك، البيت بيتك دائما، انت البيت بالقلب سي دائما مفتوحه للكل، وخاصه باب حلوه الحياه. ما هي حلوه الحياه معكم يعني. الله يخليك، تسلمي. بس ما بدي ارجع احكي عن بيت الرحباني. شو يعني ما بدي، كيف بدي اقولها يعني، الاضافه، المستقبل، مسيرتك الفنيه، هل هي بتغيير هلا بمسار؟ انه اكيد في فرق شاسع بين استاذ الياس وبين غير ملحنين، يعني انه كل واحد كادره شيء، كل واحد ستايله شيء، وحلو الواحد ينوع، والفنان عليه انه ينوع. التنويع من باب اختيارك انت، اذا بتكفي يا ما بتكفي. مزبوط. بس انا الحمد لله مش انه تشبصت بس انه خلص هيدا ستايل بدنا نعمله بس مع استاذ الياس، لا، هناك كتير الوان غنائيه عنده اياها موجوده. مزبوط. عنده بالاستوديو، يعني كل فتره بنختار غنيه ومنغير فيها. حلو. يعني اغاني بتطلع معه نحن منكون جاهزين انه نغير لوبات فيها. حسب السوق شو بده، مش حسب الناس شو بتحب، حسب السوق شو بده. اشياء اب تو ديت من توزيع راقيه مع صوت. ولا اكيد كلمات راقيه حتكون، صوتي جاهز، الحان راقيه اكيد من استاذ حضرتك الياس. اللي ذكرتيها مش انا، صوتي جاهز وانا ما نسيت ابدا. قلت راقيه، ثانك يو كارلا. لا عن جد يمكن الواحد بيعرف حاله، انا بعرف انه الله عطيني موهبه عم بتمتع فيها اللي هي الصوت الحلو، ويمكن الله مكمله معي شكل يعني حسن. انه ما بدي اقول لك انت امراه جميله، ما انك شكل الحمد حسن، الحمد لله انه في شيء مكمل بعضه، يعني نشكر الله. هيدا الشيء لازم نكمله باغاني حلوه، باعمال راقيه دائما، مثل ما الناس عرفتني. هيدي الكارت ديدانتيتي لباسمة لازم تضلها موجودة بعقلي. وبسمة معروفة وين ما كانت، انه بس تغني اللايف وبلا موسيقى من اجمل الاصوات اللي الواحد فيه يسمع. انت فهمتي قصدي؟ شو قصدك كارلا؟ انه انا ما بنسى، اذا انت حابه تغني ما انا ما نسيت، مثل ما بدك، انت على راحتك. هي انا ما نسيت، خلينا نحكي شوي عليها، هي قضية انسانية كارلا. اتفقنا عليها نحن وغسان، هو من كلماته والحانه وتوزيع. نعم. غسان الرحباني، هيدي اغنيه قضيه انسانيه وجدانيه بالاحرى، فتنا فيها نحن، انا من موقعي كفنانه وغسان من موقعه كملحن وموزع وكاتب الاغنيه. غنيتها انا بس كقضيه انسانيه، بس ما دخلت بطرف مع مين انا. لا يعني اصلا مش كل واحد بده يحكي عم يكون هو عم بيساند، بيصير هو طرف للاسف الشديد، لانه نحن مشردين ومشتتين بهالبلد، فكل واحد بيصير بيتسمع على الثاني. لا ما بعتقد الفنان لازم يكون هيك ابدا، ما لازم يعني يكون طرف، وخصوصي بهيك اغنيه. وهي الاغنيه بفتكر بكل بيت موجوده وبكل عائله موجوده، وهيك اخطاء صارت بدك تسمعيها؟ اكيد بدي اسمع. عم بيقولي بدنا نسمع. اكيد الكل ناطر. هي المفروض تكون كانت معكم على الهوا بس للوقت ضيق. بتقول انا هون انا ما نسيت، انا بشعر باللحظه اللي دموع ما بتفيد، انا بسكن بالنهده، انا كان همي الوحيد وقت اللي الشمس تغيب، ضمك لقلبي يا ابن الحبيب. مرق الوقت ومحتارة شو بقول، أنا ما نسيت. ما بحب كتير أذكرها، هي بتأثرني شوي يعني، بس ضروري كنا نحكي عليها. ما عليه، بدي خص بالذكر هاي الغنية، هديتها لروح اللاعب كرة السلة روني أبو جودي كمان. وهيدي بفتكر بتعني كل شخص وكل عائلة لبنانية.
رسالة كتير كبيرة، ولازم يكون الفنان بالنهاية ربنا عطيه صوت، ولكن بالنهاية يرجع يرد شيء غير انه الفن. الفن كتير حلو. رح تاخذوا بريك لانه بتوترني الغنية كتير. اوكي لكن بريك مشاهدينا ونرجع بعدين. ما بعرف يعني انا ماني عارفه الصراحه. ما انا اشوف فيديو كليب بترتاحي ليه؟ للاسف الشديد حابين يكتبوا معنا لانه خلينا نشوف غنية لباسمه. نفس عميق ونحن متابعين حديثنا مع باسمه. باسمه، شو اضاف الفن وشو اخذ من حياتك؟ اضاف كثير اشياء، اضاف خبره كثير كبيره. اهم شغله كثير تعرفي تستعملي صوتك لو مبحوحه، لو ساخنه، لو مريضه، لو حرارتك 40، كيف توقفي على المسرح، كيف تتعاملي مع الناس، هيدي شغله كثير كبيره. كيف بتقسمي وقتك؟ كيف بتكوني ريدي انك تطلعي على الهواء مثل هلا مثلا؟ اخذت نفس عميق وعينيها بكير اليوم بكير بلا قهوه، شربتوني فنجان واحد مش مشكل. هلا الركوي جاهز. السؤال الثاني شو قلتي لي يا كارلا؟ وكيف وشو اخذ من حياه باسمه؟ اخذ يمكن شوي بياخذ شوي صحه. شوي صحتك ترجع لورا، سهر الليل، دايما البرامج، وانك تحضري حالك وتكوني حلوه موضوع. وتكوني كثير على بيرفكسيون على الهواء قدام الناس، ممنوع الغلط، هيدا ممنوع الغلط اللي بخليك تنس، هيدا الافور اللي عم تعمليه بفتكر بيشتغل شوي باعصابك، بيشتغل بافكارك، بصحتك شوي، بس ابارسا كله حلو. الرده، الباك جراوند، الفيدباك، سوري الفيدباك اللي بيجي من الناس، قد ايه الناس بتحبك وبتنطرك، هيدا الشيء بعزيني، وهيدا الشيء بخليني دايما كون سترونج للعالم وكون باحلى طله وجاهزه دايما بصوتي وبالاغاني تبعي. جاهزه وين ما كان، حضورك حلو، صوتك حلو، ابتسامتك حلوه، وكمان طلتك حلوه. بس اليوم شرفتينا بحلو الحياه وزدتي حلا على البرنامج اكثر واكثر. بتمنى لك كل التوفيق كان بحياتك العائليه يا اما بحياتك الفنيه، لانه نحن بحاجه لاصوات مثلك وهيك دائما البوزيتيف فايبس اللي بتعطيها لنا وللمشاهدين. في تمنى صغير بس بتمنى من خلالي انا، من موقعي انا كفنانه، ما راح اقول أكثر من هيك، إنه نعيش بقى برواء بهالبلد، لنعرف نغني، لنعرف نعمل مهرجانات، لنعرف نعطي أكثر أعمال ونضل موجودين والناس ما تسأل علينا، نعم. تشوفنا دائما. بتمنى بس إنه تروق الأوضاع بهالبلد، لنشتغل براحة بال أكثر، لأنه إذا البلد باضطراب الفن منه بألف خير أبدا. اكتساب هيدا تمني متدهور للأسف. وبدي أهديك غنية صغيرة هيك على الهواء. يلا أكيد. هلا بما إنه ارتاحت أعصابي. L is for the way you look at me. O is for the one I see. V is very, very,
extraordinary now we, yes, even more than anyone that you adore can love. بس بالمحبة ومع كلمة لاف أكبر تحية لإلك باسمة وأهلا وسهلا فيك معنا بحلوة الحياة. مشاهدينا كمان بمحبة كبيرة لوريال قامت بتنظيم حفل لدعم مرضى الكانسر، كل التفاصيل بهالريبورت. اجتمع 12 مزين شعر لبناني محترف يوم الأحد الماضي 30 حزيران بأكاديمية لوريال المهنية بالدكواني لقص وتزيين شعر أكثر من 75 متبرعة من كافة الأعمار، وصلوا من مختلف المناطق اللبنانية لقص شعرهم ووهبوا لمرضى السرطان. كل وحدة من المشاركات قصوا بمعدل 25 سنتيمتر من شعرهم لمساعدة النساء اللي بيعانوا من مرض السرطان. بشكل هالحدث حفل الختام لحملة التبرع بالشعر Make the Cut اللي دامت 8 أشهر واللي أطلقتها جمعية One Week Stand بالتعاون مع لوريال بروفيشنال بهدف جمع ما لا يقل عن 400 تبرع. رجعنا معكم مشاهدينا ورجعنا لفقراتنا وشرفنا هلا نستقبل الفنان إلي خياطة نحكي عن ترتيلته الجديدة آخ يا عذرا. آخ يا عذرا متعب أنا لا تتركيني ساعدي في الحياة وفيها ساعديني تائه أنا من ليل مصيري خائف أنا من قيد مساميري هارب من يومي إلى غدي لا تتركيني لا تتركيني للحب للسلام أن يرسم دربي أنا يا عذرا كل ما أفعله والآخ في قلبي قولي للأمان للحب للسلام أن يرسم دربي واملئي هوة وجودي بالحنين وارشدي نفسي طول السنين لا تتركيني لا تتركيني. الفنان إلي خياط أهلا وسهلا فيك معنا بحلو الحياة، أخذتنا على مود تاني على أجواء تاني مع العذرا، ما في شك أنه ترنيمي كتير حلو والفيديو كليب كمان كتير حلو، ألف مبروك. مرسي. قبل كل شيء هذا بفضل ربنا وهذا أقل واجب نعمله بحياتنا إلى جانب كل شيء بنعمله لأنه هو كل شيء عطينا إياه، فأنا بشوف أنه الأهم دايما أنه نكون عم نخصص وقت وموالا نقول كلمة شكر يعني لربنا من خلال القديسين اللي عطينا إياهم والنعم الكبير اللي عطينا إياها. حلو الواحد بس الفنان هيك يرد شوي من الوزنات يلي ربنا عطاه إياهم مشان تيكرم ربنا وتيكرم العذرا. كيف صار التعامل مع مي خليل الكاتبة؟ هيدي مثل ما بنقول في البدء كانت الكلمه يعني بصير في اتصال يعني وبتفرجيني كلام لاول مره اول ترتيله عملتها مع ال بي سي يعني كن معي بليلي ونهاري مزبوط والترتيله كانت كثير حلوه كنت ما بعرف ليش هالقد حطيت انا احساس فيها كثير عالي لحنتها وهيك اخذت سكسي ووزعها المايسترو جورج مرعب وصورها
كمان جورج مخيل يعني ما بدي انسى حدا. وهيك صار يمكن هالخماسي انا بسميه مثل فريق باسكت بول يعني. صارت ماي بتكتب، انا بلحن وبرتل، جورج مرعب بيوزع، جورج مخيل بيصور، والال بي سي بتطلق الرابط العمل دائما. بتحس انه هيك دائما كل قد ايه بتنزل ترتيله الي؟ كل قد ايه بتحس انه انا في جواتي شيء بدي اقوله، في جواتي نبع بدي هيك يظهر مني؟ لا شك الحياه تبع الانسان هي ما بتكون مرتبطه بزمن معين، يعني انه بس لما نزل ترتيله هذا هو. لا، انا كل حياتي كنت بالكنيسه وكنت بمدير جوقه، ويعني هيدي يمكن انطلاقتي الفنيه يمكن بلشت من هون، وانطلقت باساس وبيس كثير قوي بيكون، يعني كتر خير الله حقيقه. انا يمكن بقول رساله للعالم كله انه اذا ربحت العالم كله خسرت حالك ما له معنى، يعني كل الشيء اللي بتعمله بحياتك. سو مشان هيك الترتيل هي مساج عم نوصلها، رساله عم نوصلها. وماي هلا هيك صار عندها غزاره بالكتابه وعم نتعاون سوا، وان شاء الله تضل هذا التعامل اكيد مستمر بيناتكم. دائما الفن بياخذك يمكن من 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 حياه اليوميه، من حياه ربنا، من حياه الامور يلي كل يوم تقطع عليكم، ولكن هذا الاساس كيف بتضلك مغذي؟ كيف بتضلك عندك اياه؟ كيف بتضلك انت حابب تقرا، حابب يكون عندك هالاطلاع؟ لانه مسيرتكم انتم كفرسان 24 ساعه مشغولين، ما عندكم وقت لحالكم. لا الحمد لله، نحن حتى برسالتنا برسالة الفرسان الأربعة التزامنا بطريقة الأغاني أو الرسالة اللي بتقوموا فيها اجتماعياً صحيح كمان. يعني بكل المواضيع اللي طرحناها، يعني مؤخراً آخر غنية عملناها هي لوهب الأعضاء، مزبوط، يعني غير وقبل للسجون وغيرها من الأمور اللي أنتم بتعملوها. صحيح أنه يمكن غير حدا ما يفكر بهدول الأشياء. لا نحن حتى يمكن أول غنية عملناها شرشحت البلد، عملناها مع الـ LBC كمان كانت هي رسالة، وصرنا عم نحكي وجع الناس وعم نحكي بلسان الناس. كذلك يعني نحن تعودنا بحياتنا كلها أنه نكون ملتزمين، مزبوط. أنا برأيي الإنسان إذا ما بيترك بصمة بحياته، بصمة حب، بصمة خير، بيكون عم بيعمل كل شيء تيروح بغير اتجاه يعني. لا الحمد لله انه انتم بعدكم متابعين بمسيرتكم الفنيه بطريقه كمان راقيه جدا، وعم تعطوا هيك عم تعطونا لنا كمان، بتفشوا خلقنا مرات بتقولوا الامور يلي نحن مش قادرين نقولها وتعبروها. اخي عدرا، بس شفت الكلمات كيف شفتها؟ كيف كانت الرؤيه التلحين تبعولتها؟ صحيح بعطتني هالترتيب يعني بالزيت. الكلمة من وجع، الكلمة من ألم، كلنا يعني الكل العالم بتصرخها لهالكلمة مرات. هيدي لا شك الترتيلة إذا حدا بيتمعن فيها مزبوط رح يشوف فيها حدا كاتب شيء فيه مثل معاناة وفيه إحساس غريب، يعني إحساس داخلي. ما لا شك إنه بتكتب شو بتحس، هي مش انه شو عم بتركب كلمات وجمل، لا بتكتب شو بتحس. وانا عندي كمان هيك انه بكتب بعض الاشياء يعني، سو بعرف كثير منيح شو بتقصد، حتى بنقعد بنحكي انا وياها، وفي بعض المطارح برجع بحكي انا وياها بقول لها مي فينا نغير هالكلمه نحط كلمه ثانيه لانه تيزبط اللحن. لا شك انه الترتيله كانت حزينه نوعا ما، عملتها على الماجور على العجم لحتى تكون شوي اذا بدك بتوجع ولكن بلطف، يعني تكون لطيفه. مشان هيك هالترتيله اعتبرناها انا ومي وكل اللي سمعوها، يعني حتى جورج مرعب هو كان عم بيوزع على المايسترو كان عم بيقول لي بقلب السدر شو حلو الترتيله. يعني دائما الترتيله بس نقول يعني بتكون وصلت لعند العالم، يعني رح تدخل على قلوب العالم، قد ايه هذا الشيء مهم بالترانيم وبالتراتيل ايضا. يعني انا بدي اسال سؤال عكسي، انه اكيد الغنيه او اي شيء عمل فني هو لازم يكون كثير حلو ومبدع، مزبوط. فكيف اذا عمل لربنا يلي هو ابدع بهالكون كله؟ انا بعتقد احلى عمل
لازم يعملوا الانسان هو لربنا وبعدين يفكر يعمل بالباقي بالامور الثانيه. ايه بقى مشان هيك انا حقيقه بحط كمان احساسي كله بالترتيله مع السمبليسيتي تبعها وبطلقها يعني للترتيله. يعني مثل ترتيله البابا لما اعطتني الكلمات كمان معي انه البابا شخص جاي من روما مزبوط. من الغرب كان مفروض نعمل هيك لحن غربي بيشبهه وكمان هيدي الترتيله اخذت كثير سكسي والال بي سي يعني كمان ما قصروا هلا بقولوا شباب بيحكي كثير بالال بي سي بهني قربت له هي عم بتصور العمل بعدين انا عندي نقطه ضعف يعني. يا اهلا وسهلا فيك الال بي سي اصلا عندها نقطه ضعف على كل الاعمال يلي هي مزبوط منابعه من القلب وبنفس الوقت انه حضرتكم موجودين طبعا بركه وصوتك كمان يلي هو ملائكي عم بيزيد من الترانيم والتراتيل وهيك انت بيكون عندك رساله انه تقرب الاشخاص اللي بعيد شوي عن ربنا يتقربوا مع كلمات مي خليل بهالترتيله الحلوه اخي عطره صحيح. اهلا وسهلا فيك معنا الي خياط وان شاء الله الف مبروك للترتيله الجديده. مرسي مرسي لكم ومرسي للال بي سي مرسي لكل شخص بيشتغل ليحط نقطه فرح بقلوب الناس مش ليشتغل على شيء ثاني ياذيهم ويزعلهم. بنقول لهم كفى بتعرفي لشو عم نحكي خلص مزبوط. بقى خلينا نتجه على السلام محبه والايمان بنشوف صوره ثانيه للانسان للارض كلها بنشوف وجه اخر ان شاء الله يكون عندنا هيك يكون عندنا عجوبه رح تصير قريبا. اهلا وسهلا فيك برجع لعندك جوان وبعرف انه ضيوفك متابعين معك ايضا. كارلا بس بدي اسالك لما بتستضيفي ضيوف حلوه الحياه كيف تكون ادرينالين معك؟ انا ادرينالين معي دائما ضربه دائما ضربه يعني على طول اكستريم. كيف لو كان الفقره التالية اسمها اكستريم ادرينالين ايفنت؟ خلينا نشوف التفاصيل كلها مع جاني خويري. اهلا وسهلا فيك جاني بحلوة الحياة. يعني الاسم اكستريم ادرينالين ايفنت 100% واضحة الفكرة اكيد حمسنا قبل ما اعرف شو الايفنت صح. تخبرنا شوي عنه. بخبركم شوي عنه. راح اقول لكم اول شيء هذا الايفنت نحن قررنا نعمله بظل هالاجواء لانه في كثير شباب عندهم هالطاقات وحابين يفجروها وطالعين حابين يشاركوا بهيك ايفنتات. هذا الايفنت راح يصير بمنطقة وطا جوز ب 13 و 14 تموز مش هالويك اند الويك اند اللي بعدها. لما عم نحكي اكستريم ادرينالين ايفنت يعني عم نحكي عن سبار كثير في بده شجاعه بده جرأه مزبوط مش حيلا حدا يعني الاشخاص اللي بده يعملوه بده يكونوا اشخاص متمرنين لانه يعملوا يفوتوا بالسبور اكستريم يعني الشخص بيشارك بده يكون محترف مزبوط. طب اي سبورتس اي سبورتس عم نحكي بالاحرى؟ رح ابلش لك شوي بسكادجول كرمال قبل ما نحكي عن سكادجول اي انواع سبورات عم نحكي بالموجودين بال بال ام اي بالروك رولينج جيبات كل شيء تعربوش ونزل بالمي وطلع بالتله وهيك سبيد تيست 4x4 وسبيد تيست اي تي في يعني هو اشخاص تيشاركوا بهيك قصص المفروض يكونوا متمرنين على هيك قصص يعني. طب هلا الموقع الموجود هل هو مؤهل ليستقبل هيك سبورتس؟ نحن صار دراسة دقيقة على الموقع كان لقينا كثير أنسب موقع لهيك قصص لهيك قصص. كم شخص تقريبا مشارك؟ بعد مفتوحة المشاركة مزبوط. إذا بيشاركوا معك شو بيشاركوا معكم شو كيف بيتواصلوا معكم؟ بيقدروا يتصلوا فينا على 70-322-1-8-8 بيحجزوا تيكتس والتيكتس اسعارهم نحن عاملينهم كثير مدروسه كرمال يعني شغلين على ايكونومي دشال 12 دولار بار بيرسون اوكي وما بدهم شيء اكيبمون كله موجود بال اللي بده اللي بحب مفروض يطلع معه خيمته اوكي كرمال فوق لانه نحن عاملينها كامبينج وسهره ومشاركه وعروضات بهيدا الايفنت. شو الهدف من هذا الايفنت؟ الهدف من هذا الايفنت كنت عم اقول لك نكسر كل شيء يعني الميلانكولي اللي صايره بالبلد كل المأساة اللي عم بتعيش يعني الوضع اللي بس تبلشنا كيف تكون تعملوا ايفنت ومش شايفين هيك الوضع يعني احنا طرحنا الفكره لانه احنا اساسا الجروب كله اللي عم يشتغل كل واحد عنده هوبي سبور اكستريم نعم و يعني سوري بنحب هيك فبلشنا نقول انه حابين نجمع افكارنا بس بلشنا نطرحها ما تقريبا ما لقينا كثير تشجيع لانه كل العالم دغري ليك الوضع ليك الوضع بس
عملنا قررنا سكادجول كيف بده يكون والموقع وكل شيء وبلشنا فيها ما عم تنطرح قدام حدا، ما عم بيكون في عليها اقبال كثير قوي. وحتى قبل ما بلشنا نعممها كان بلش يصير فيها حجوزات بشكل كثير حلو. يعني عم نشوف من لما نطلع على سكادجول عم بيصير في عندكم لايف بيرفورمانس، في عندكم الاكستريم سبورتس عم تشتغلوا عليهم، في عندكم كامبينج، في عندكم كمان سهره. يعني الايفنت مسكر من كل ميلات، كل الامور الترفيهيه وحتى الامور الخطره للسبورت اللي عم تعملوه. بس سؤال شوي هيك ممكن نتسائله، كيف بدنا نوصل؟ قد ايه صعب بالسيركيلاسيون هونيك؟ هي اول شيء تنوصل على المنطقه على وطجوز، يمكن هي على خط طريق بين فيترون، ميروبا، حراجل، فريا. نعم. مش مسموح يمكن فيها كثير لانه بتصير ابار، يعني من بعد فيترون دغري على الشمال. والايفنت عم بيستقطب عدد كبير من العالم، يعني عم نحكي متفرجين وحتى مشاركين. رح يكون في يافطات على كل الطريق، بانرز بتدل وين كيف تيوصلوا. يعني هن مجرد ما نوصلوا على مفرق لاروشا يلي هو دغري من بعد فيترون، خلص كله يعني صارت هين عليهم يوصلوا. في بانرز بتدلهم على الموقع، وبين الموقع تبع الايفنت سيركيلاسيون كمان مأمن، يعني ما بيصير في تعرقل سير، في وان واي تما يتلاقوا السيارات بعضهم، في مطارح ليصفوا مأمنة، في فالي اللي بحب يعطي سيارته للفالي اللي ما بحب لا. يمكن بهيك مطرح انه في ما يعطيهم يعني. وملاحظة صغيرة، اللي كتير سيارته واطية حيالة سيارة بتطلع، بس اللي سيارته سبور وكتير واطية بصير بده يتمشى شوي. اوكي. يعني جوني حمد شكر وجودك معنا اليوم، واكستريم ادرينالين ايفنت يعني واضحه رسالته انسانيه، رسالته يمكن انمائيه كمان للبلد، وعم تنسي شوي الوضع وعم تشجع على الانسان، لانه لبنان معود انه يكون فعلا كثير شجاع، كمان على طول يخاطر بحياته ويخاطر حتى بسبورتس بس مش بوضع ثاني. وانا كمان بحب اشكركم، اشكر ال بي سي واشكر كل فريق العمل اللي عم بيساعدني وعم بيشتغل معي هذا الموضوع، بشكر بلديه وطن جوز اللي هي كمان دعمتنا. نعم حمد شكر وجودك معنا، بتمنى لكم كل التوفيق في بهذا الإيفنت. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، بريك قصير بنرجع نتابع بعده آخر قسم من حلقتنا. وصلنا مشاهدينا لاخر قسم من حلقتنا وفكرتنا هلا مع الفاشن مع كارين طويل. كيف الادرينالين هلا؟ لا منيح هيك ريان، هلا ريان بوجنا وكارين وفاشن، يعني فكره فعلا بتكون على طول فيفورت عند النساء. كيفك كارين؟ منيحه، كيفكم انتم؟ ماشي الحال. شو بتخبرينا اليوم؟ شو موضوعنا اليوم بالفاشن؟ ننهي حديثنا الطويل اللي كان عن كوبليت يلي اثروا على تاريخ الموضه بكوبل اكيد غير عيادي. بدنا نحكي عن إيف سان لوران المصمم الأزياء الشهير وبيير بيرجي يلي كان مدير أعماله إذا بديك. بيناتهم كان في حب عميق كتير، قصة غرام طبعا، يعني حتى على الليفل الشخصي كانوا يحبوا بعض، بس كمان قصة تعاون تاريخي بتاريخ الموضة، أثر كتير بتاريخ الموضة سوا. طبعا خلقوا الميزون دو كوتور الشهيرة إيف سان لوران يلي هي من الإمبراطورية الخالدة، من أهم ماركات العالمية اليوم، حتى أكثر من ماركة، يعني هي يعني جزء من تراث فرنسا. يعني بس تحكي عن فرنسا بتحكي عن البيد الفرنساوي، بتحكي عن شانيل، بتحكي عن إيف سان لوران، بتحكي عن يعني جزء من تراث الفرنساوي، يعني من أهم السكسس ستوريز بفتكر بتاريخ الموضة. تعرفوا على بعض كانوا صغار وبقيوا، يعني صحيح أنه طبعا منا قصة حب تراديشنال، منا بس أنه فيها صدق، يعني بقيوا سوا أكثر من 40 سنة لحتى اللي مات إيف سان لوران. كابل العادي ما إيه يعني عم نشوف صور هون وأي أكثر من كابل عادي، لقلك إنه ما يعني إنه ما في صدق بيناتهم. طبعا تعرفوا على بعض كانوا صغار، عم نشوف الصور يعني بكذا مرحلة من حياتهم كانوا صغار وكبروا سوا. هلا هالقصة التعاون يعني ولدت يمكن بزنس كتير قوي كمان، ولدت يعني صار في يعني تفجرت بالكرياتيفيتي كمان بطريقة قوية. أكيد وهو موضوع لفلوم كتير
كبيره هلا عم بتصير. صار في دوكيومنتير اسمه لامور فو عم بيحكي عن قصه حب وقصه تعاون. وهلا رح يكون في فيلم من المخرج الشهير لي لسبير قريبا رح يطلع عن هالقصة المهمه كثير. بيناتهم في اذا بدك يعني شو كان يجمعهم لهالشخصين؟ كان يجمعهم حبهم هالتعاون الفني القوي كثير. هلا طبعا إيف سان لوران كان هو العبقري وبيير بيرجي هو اذا بدك هو راس المدبر ولا اداره الاعمال اللي هي اللي المنسج استراتيجي اذا بدك. يعني كانوا يكملوا بعض عندهم شخصيه بكل النواحي مش بس بالشغل، شخصيتهم مزاجهم كل شيء كان متكامل، مشان هيك بركي هالقد نجحوا بالموضوع. بس مع انه بيير بيرجي بيقول عن حاله انه هو كمان كان عبقري بس انجبر يلعب هالدور لانه بس يكون هيك كان يعطيه افكاره، كان يشوف يمكن فستان يمكن يزيد عليه تاتش معينه. اصلا بتشوف بالصور يعني دائما كان بالاستوديو معه، كان موجود، يعني بتحسي انه هالعلاقه كانه ما فيهم يعيشوا بلا بعض بلا الابروفل تبع هيدي الصوره بالدفن. بالدفن تبع إيف سان لوران طبعا كان من نهار بيير بيرجي، قصه يعني جزء كبير من حياته راح بهالوقت. اصلا كان اتس ا فيري ايموشنال مومنت بتاريخ الموضه بس خسرنا إيف سان لوران. هلا طبعا بيناتهم يعني شغله كمان كثير حلوه عملوها سوا انه شكلوا مجموعه فنيه من الاوفر دار من الـ يعني من التابلويات من السكولتشرز طول عمرهم عملوا كوليكسيون بتجنن من احلى كوليكسيونات بالعالم. فيها بيكاسويات، فيها ماتيس، فيها يعني اسامي مونديال، يعني كل نواحي الفن كانوا عم يبرعوا فيهم. اكزاكتلي عملوا هالمجموعه الفنيه كولكترز يعني جمعوا من انحاء العالم من اهم الفنانين وشغله صدمت العالم كثير انه وقتها مات إيف سان لوران من بعد سنه او سنتين باع بيير بيرجي. مع انه يعني بقوا شي 40 سنه عم بيجمعوا من احلى قطع بالعالم. ما شاف يعني كريستيز وقتها اهتمت اكيد اخذتهم كلهم يعني العالم عايشتها كانه هيك شو هالتصفيه انه كيف واحد بيقدر يبيع مثل كانه ليه عمل هيك؟ بفتكر انه وقتها خسر إيف سان لوران خسر كل شيء هو بالحياة. كان يقول انه خسر كل شيء وهال ما بده شيء بقى يذكروا فيه يمكن يذكروا بفتكر انه هيك فيها. طبعا وبعدين ما بقى لهم قيمه يعني هاي الشغله عملوها سوا بس خسر يعني صديقه الحميم ما بقى لهم معنى. وبيقول انه هيدي الاوفر دار لازم يعيشوا بغير بيوت بغير يمكن حبهم ينتشر لغير بيوت لغير مطرح كان... يمكن نحن عندنا هيك وجهة نظر مختلفة، منعيش بمجتمع مختلف، ولكن هذه هي الحقيقة. كارين طويل، هيدا هي مسيرة كتير كبيرة لمبدعين بالقلب الفاشن ديزاين أم اندستري كمان صناعة الفاشن. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. دايما هيك تصدمينا بمواضيع بفتكر صدمت المشاهدين هلا ولكن قصة ادرينالين هلا ايه دايما عالية ادرينالين دايما قصة حقيقية ما فينا نغير شيء من التاريخ وهذا هو الواقع الحقيقة. اهلا وسهلا فيكي كريم طويل. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقة اليوم اللي كانت عن جد غنية من حلو الحياة. بنرجع بنلتقى فيكم بكرة بموعد بنفس الموعد، رح تكوني انت جوان وإليز. إليز وجوان رح يكونوا معكم بكرة بحلقة جديدة من حلو الحياة. باي باي.